عايزة. أكيد يعني مباراة اليوم كشفت صراحة أخطاء كثيرة الهلاليين، يعني المدرب أكيد أنه يعني الهلال في السنين الأخيرة كلنا عارفين أن قوته في الوسط، دائما يلعب بطريقة 4-2-3-1 أو 4-3-3، وهذه قوة الهلال دائما في الوسط. اليوم شاهدنا الهلال يلعب بطريقة 4-4-2. السؤال يعني أكيد أنه المدرب شايف الوضع والأخطاء اللي عند الهلال اليوم، هل سيستمر بالطريقة هذه؟ من الصعب أنا أتوقع. هو مرة ثانية أنا سألتكم سؤال على أهداف الهلال في الدقيقة 90، ما حد أعطاني جواب مفصل ومشافي لي. الشخصية، ثقافة الفوز. طيب بعض الفرق ممكن علي يعرفها وانت لعبت فيها يقل تركيزها في هذه الأوقات، الهلال لا يزداد تركيزه في الأوقات هذه، ولكنه يعني عارف انه بيسجل لأنه عندهم ثقة انه راح يسجلوا دقيقة 90 كل مرة ما شاء الله. خصوصا كابتن اقطع كلامك كابتن عيسى، انه الموسم الماضي واللي شفناه اليوم من بداية الموسم، وجود صالح الشهري، وجود مهاجم مثل هذا المهاجم يعمل لك فارق جدا جدا كبير، له ارقام مميزه تشاهدوها، وهذا هذا اللي يخليك دائما متفائل البديل البديل البديل. تفضل عيسى. اضف الى ذلك تنظيم الطائي المميز اللي ظهر فيه اليوم، صراحه يعني لعبه يعني بقتاليه وبروح كبيره، كان من المفروض انهم يكملون هذا التنظيم الدفاعي بالتحولات الهجوميه، الحفاظ على الكره اذا استرجعوها، ممكن من الاشياء اللي ساهمت في تفوق الهلال في الدقائق الاخيره هو ان الطائي لما يسترجع الكره يخسرها في اسرع وقت ممكن، فلا بد انه مدرب الطائي يسعى لتطوير هالشيء يعني والاستفاده من التحولات الهجوميه.